الأقدار تعد من الأعذار والباقي في الأقدار وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار. لما بدت تحكي صاحب صاحب هالأشعار والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار يا بيد ارجع ارجع قلبي غدا محتار وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار حتى السحب والموت عزف على الأوتار حتى السحب والموت عزف على الأوتار والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم والحياة أسرار في الحياة أسرار وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار الدنيا تدور وتدور وتدور وهذا النجم سيار وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار أسكت بسكم ظلم وترفيع بسكم مسك بالثار بلا وكلها أقدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار رجعوا رجعوا يا أهل الدار حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار هذا الباب حميل بابا لي محمد بن سلمان سجل عندك الدفتر محمد بن سلمان هذا حميل منه مشروع محمد بن سلمان محمد بن سلمان هذا أول محمد بن سلمان محمد بن سلمان هاي يلا كم عليه كم عليه 20 بيس 20 بيس 26 بيس 26 بيس 30 بيس فرش 31 بيس 32 بيس 40 بيس 40 بيس هذا حد يجي 40 بشر ابوي ما حلو جنب المحل كيف عاش وقفني وقفني 40 بشر قاعد بسجل عندك دفتر وقف ناصر بشارب هذا حيقوم نادي يعقوب بشارب هاي يعقوب بابه انت يلا خلينا نادي 10 يلا 31 36 بشر 36 بشر 40 بشر 40 بشر وي ما دعيتنا صيد انت ما دعيتنا صيد هلا هو انت حلينا احنا يا ابوي بيع وقفني نعم اشتريت السمك نعم اوش يا سعيد نعم السمك خلصه خلص اشتريناه ايه نعم شي سمك غير شي يمكن بقي ما عندنا حد الحاضر ماشي ماشي حد الحاضر هلا اخوه اطلع صيد ابوي اطلع ونحن قاعد نتغدى فهموا اليوم انتوا يا تغدوا تغدوا بماله حطوا بماله ماله اقول يا شيخ سعيد نعم ابغى تشوف اللي حمار اشي في سعيد حمار ها يا جوكر يا جوكر صاحبها ها يا جوكر صاحبها شوفوا شوفوا لي جايبين جاي جايبين بعد جاي جاي بسمي شايبعيد هو شايبعيد جاي اهلا وسهلا السلام عليكم يا جماعه وعليكم السلام شايبعيد وصلتي ها جماعه بعدكم ما بدات المنادى ابوي المناداه وخلصه خلصت كيف خلصت خلصت اقول اذا كان باغي تبيع سمكك أنا حاضر ومستعد وأعطيك فوق البيسة بيستين مو قلت بس أنت يا ولدي يا حمود حال موت تشتري السمك كله الناس هذول الناس وين بيشترون وأنا مو خصني في الناس يا بعيد مالي ومال الناس أنا علي من نفسي مو خصك أنت وأنتو أنتو بالسهولة بعت سمككم على حمود ما فكرتوا في الناس ما فكرتوا في القماميض اللي قاعدين هني يا شايف عيد نحن بعنا سمكنا حصلنا فيه زيادة قيمة تبغى تبيع سمكك كم رايك ما تبغى تبيع سمك هاي كلام ايش صدقه تبغى تبيع سمك اهلا وسهلا لا حول الله لا حول الله انتوا عارفين عارفين ليش حمود اشترى السمك عارفين ليش انا اقول لك ليش شايب عيد اشتريت السمك ده كله اشتريته علشان اعلقه زينه قدام باب بيتنا ولا نعقه في البحر فهمتني ما خصك انت تبغى تبيع سمكك اهلا وسهلا ما تبغى تفضل انت حمود نعم انا حمودي انت حمود
الحاج ناصر بن سالم الرجال الطيب اللي كل الناس تعرفه حبه للناس. انت حمود حرام عليك يا ولد، حرام عليك تسوي السمك كله، حرام عليك حرام. اوه شايب عيد ابوي ذاك زمان ذاك، وتو احنا في زمن ثاني، زمن الاغوادي والقروش، فهمتني؟ صحيح كلامك، الحين في زمن القروش. اي نعم. اسمع مني اسمع، اتبيع سمكك وامو عندك؟ انا ابيع سمكي عليك انت؟ انا لو اموت من الجوع ما ابيع ولا سمكي عليك انت، ولو اموت من الجوع. أنا ترى انت الخسران، انا ما خسران شيء، انا كنت اتمنى لك الخير. انا الخسران ها؟ اي نعم انا الخسران. انت الخسران. فعائلك هذه يا حمود انا عارف كيف اردها، اعرف كيف اردها. انا بصير اخبر اخوك سالم الحين، وسالم هو اللي يعرف شغله معاك. انا ساير يا حمود، ساير يا حمود ساير، وبتشوف كيف ساير يا حمود ساير. ماشي قن شاي بعيد قن. واقف معك الخير، فهموني زينه شايب ناصر. انا سويت شيء غلط؟ هجا اشتريت سمككم هذا بالقوه؟ هجا عقب مو تقول تشتري. زين المعلم، ما قلت لي مو اخبار العريش خلص ولا؟ فين خلص ولد الحلال؟ ثانوي جالس يمانيني من يوم حيوم، كنت جالس اطلب، ما كني باغي العريش اعلم فيها اولاد الحاره. اي بس يا المعلم، لو بنت الله يهديك تاخذ غوازي من الصغيرين، هذا غير الخميسيه وغير بوي ختم القران. مو بو ياخذه منهم، مو بو ياخذه، اصلا ما يكفي حتى حل حصير بيجلسوا عليه. تفضل معلم تفضل. هذيك اليوم يوم اجي اطلبك فيه، قول مو تبغى تقوله، من بولك انت ما قاعد تطلع احسن من صاحبك ثانوي. انت مالك المعلم؟ لين مره زعلت؟ مره زعلت انت؟ جلس جلس جلس، انا بفهمك. جلس انت ما فاهمني بعدك؟ ما فاهمك. انا قصدي يا المعلم، قصدي ان ثانوي، قصدي ثاني مشاغله واقده وما فاضي يجلس لك انت والعريش. عقب حلمو مخلي عمرك كبير الحاره ها حلمو. لا اله الا الله. انك سالم. سالم من؟ هذا كنا شايب عيد. هي هو ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. محبوب هين بلاقي سالم؟ هين بتلاقيه بعد؟ بتلاقيه في هذيك المزرعة الغبرة؟ خير إن شاء الله، مو هناك شايب عيد. كلمة من هين بي الخير يا معلم، من هين بي الخير؟ وحمود هناك يسوي فعاله في سوق السمك. أكيد فولع راس حد. كان أهول لو فايع راس حد، قاتل حد أحسن. أهون لكن اشترى من الصيادين سمكهم كله. لا حول ولا قوة إلا بالله، اليوم أكيد ما قاعد نحصل سمكين. زين يا ناس الله، أنت ما تقول إن الولاد مشتري السمك من الناس؟ مو في هذي أدافع عنه صار، ودختك صار هي بتدافع عنه، لكن أحسن لي أنا أشوف سالم. خلاص رخصتكم. أنا شاب عيد حقي بسوي وياك عيب حرجي. هل بتصير أنت لو ما بتقول في القهوة؟ يوم بقي بخبرك إنزين. لا اله الا الله. تو يا ناس الله، الاولاد ومشتري السمك، مو في هذي، مو فيها يا المعلم حميد، مو فيها. الله اعلم يا سالمين، لكن بعدني انا ما مطمن بيني وبينك. زوينه ابوي ما شفتي محبوب جاي وجايب معاه سمك؟ لا ابعد علي انت وما شفته. يا ربي يا ذا الاولاد، اسميه ماما الاماره عاد الى انت وما جاي، وطرشت لنا بنتي يجيب لي سمك سهوى يكون ملحه. نعم عمتي. مو ابوي انا كنت باغي اكل. مو باغي تقولي زوينه حمود ماله؟ اقول نخليه يشتغل عند ثانوي. زوينه انت تقولي ذا الكلام؟ زين يعني ايش فيه لو اشتغل عند ثانوي؟ على الاقل يساعد اخوه. فيها واجد. لا الله فيها واجد. ابوي ذاك يضحك عليش بكلمتين وعاد انتي صدقتيه. انزين يعني لو اشتغل مو قامين تسويه؟ والله ذاك الوقت لا انا امه ولا هو ولدي. الكلام اللي قلت لك اياه ايش قلت؟ فكرتي؟ حمود افكر، جالس لي افكر وافكر، فكرت مو؟ اسمع مني زينه،
انت ما عليك الا انك تجيب لي السمك وانا مستعد اشتري منك ومضمون 100% وفودك فينا وبعدين. ها مو خلاص اليوم ابوي من يوم وساير صير خذ لك مالح مالح والسمك السمك اسال عنه الحساد. ايش قصدك من كلمه حساد؟ تقصد من بالكلمه هذه؟ قولي. ومو بتسوي ما يكفيك قاطع علينا رزقنا؟ ما يكفيك؟ ايش جايب منك هنا بعد؟ لو انت ترفع لسانك علي انا انت ترفع لسانك علي انا ها ترفع يدك على الناس يا خساره يا خساره. فضحت لو فضحت ابوك نزل يدينك ما يخصك. ما يخصني تقطع رزق الناس وتقولي ما يخصني ها؟ بس خبرني مناطق الغواسي خبرني مناطق فلوس. لو قاعد تسالني وتقولي من اعطاك فلوس ما انتوا اللي قلتوا لي شريك اشتغل؟ هذا انا اشتغلت واشتغلت شريك وشريك من اكبر تاجر في هذا البلد. فهم اذا ما كنت فاهم. يعني ثانوي 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 ضحك عليك؟ هذاك اللعين ضحك عليك؟ فجم ما قدر على سالم قص على اخو صغير كلاك. ابوي اسمعني زين اي انا ما حد يقص علي انا اللي سويته اكبر واحد فيكم ما سواه فهموا. بس يا ولدي يا حمود كان المفروض تاخذ شور اخوك سالم قبل لا تصرف اي تصرف. اشاور سالمي اذا انا اشاور اخوي سالم ويقول لي موافق ما موافق عقب قديناها قش طبق. فهمني يا ابوي زين ايه فهمني زين. الايام هادي ايام غوازي ايام ربابي ايام قروش فهمتني؟ ما ذيك الارض اللي قبل قاس عليها. تكتب تكتب خلوني اعتبه. استهدي بالله استهدي بالله. الارض اللي تقول عنها غبره ارض الاجداد أرض الأب. الأرض هذيك اللي تقول عنها غبرة خلتك رجال. هذيك الأرض خلوني هذيك الأرض اشتقى فيها الوالد وتعب عشان يخليك رجال أنت. لكن من ما عليك إذا أنا ما عدبتك الزمن يعدبك. بنشوف يا سالم بنشوف الزمن يأدب من فين. أبوي هذا الكلام الفاضي أنا ما أبغى أنا أسمعه. أنا ساير مع شريكي ونتقاسم الفائدة وانت خليك مع عرضك الغبرة. أمان الله خلوني. استهدي بالله استهدي بالله استهدي بالله يا ولدي يا سالم استهدي بالله خلوني. استهدي بالله يا ولدي استهدي بالله. باكر بيك وبيعتذر لك بنفسه. استهدي بالله انت بس. إيه ما أظني ما أظني الرصاصة جم تطلع من التفق ترجع. اي نعم اني ما أظني. يلا سويت ذاهب واكتب عندك 40 ربية. 40 ربية مالمو انت اكتب. هين هنا عشان اكتب. جايات مع حمود جايات. وانت متأكد ان هذا حمود بيجيب لك 40 ربية؟ وكان ما اكثر بعد. زين واذا ما جاب شيء؟ انا اعرف من انقي. ايه وين عمودي؟ داخل. وزوينه وزوينه. شوفي يا بنتي من هناك عند الباب. انا ما عزه انا من محبوب. مرحبا ابوي مرحبا تفضل. فاهم ان شاء الله قف وصيتك عليه. مو اليوم مستوي حشره في السوق. حشره حشره بسم الله. قول مو مستوي هناك. ماشي سمك ماشي سمك. ليش ماشي سمك؟ لانه اليوم البحر هايد ولانه في ريح يا ولدي. قول انك واصرت السوق وانشغلت. حلو بعد قال استراوا. سمعوا انا ابو عرفت خبرتكم عنه. خلاص مروح عنكم. تعال تعال هاني مروح. انا حاسه انك باقي تقول شيء لكنك ما قادر. لا لا ما في شيء. سالم يوم بيجي هو بيفهمكم. عمدي خلي يصير هذا ما عنده سالفه يقولها. لا 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 كيف يصير؟ سمعنا بهذه
أنا حاسة أن قلبي يقول فيه شيء مستوي ولازم أعرفه. سالم والدي مستوي له شيء؟ لا حمود. ها؟ حمود؟ ماله؟ حمود والدي؟ هي حمود ولدش اشترى سمك بالصيادين كله وباعه على السفافير حتى يكون يودوه بلا ثانية. باعه؟ يعني اليوم العوادم تم بدون احنا. واخسارتك واخسارتك يا ولد ناصر بن سالم واخسارتك. هذا اللي سواه ولد اختك لا يرضى بالله ولا رسوله. هذه ما فعلت مسلم. تبقى الصراحة الوليد اشترى وباع والتجارة شطارة. لا هاي ما تسمى تجارة، هاي تسمى عيارة. أنا وحدي ما أشوف إن فيها شيء. كيف ما فيها شيء؟ الناس مو يأكلوا؟ لازم يأكلوا سمك، يأكلوا لحم، يأكلوا دقاق. بعدين بيني وبينك الناس كلهم استفاد من ورا حمود. نعم هاود سويلم ها، حيث إن اليوم حصل له ربيتين قاع عندي واستفدت أنا من عنده. نعم وناس واقلين استفادوا. إذا المسألة تنحسب بهذه الطريقة عجب أنت كنت خسران لما كانت الناس كلها تأكل سمك. يا ود الحلال يا ود الحلال، أنا ما قصدي كذا، قصدي إن الناس كلهم استفادوا من وراه. إيه ساير تعال اشرب قهوة. لا إله إلا الله، أنت تشرب قهوة وامو حمو زعلت. لكن تعرف حمودو وحده لا يمكن يعمل هذا اللي سواه، أكيد ورا حد. انت من هين جاي؟ ما توب ما شحت في القهوة؟ بس انا صرت بيت سالم. ها؟ صرت بيت سالم؟ عند تقول قلت شي هناك؟ بس انا تكلمت شوية عند عزه خبرتها. خبرتها؟ يا زبليسك عاد عزه واستعلمت. سرق اسمك عليك، سر. لا اله الا الله، تو هذي عاد مو يقبضها ذي. عمتي يا عمتي تعالي تغدي، حرام عليك شكو تسوي في عمرش. ما هو ما تعالي كلي، لا تبي ترى بيبرد. تعالي وانت تعرفيني ما اقدر اكل وانت ما بجنبي. تعالي اللقمه ترى ما تسحلي. كل يا ابوي كل عليك بالعافيه. وكيف تبغاني انا اكل؟ كيف تبغاني بعد اللي سواه اخوك حمود؟ حمود؟ مو انت هو حمود؟ من خبركم؟ قلت الحلال محبوب جا خبر امك، ومن ذيك الساعه هي اللي على ذي الحال. محبوب؟ احنا يوم قالوا عنا ذهب نذهب. يعني تفكر يوم ما بيخبرني محبوب يعني خلاص ما بستعلم. أبوي ماشي هذه الأيام ينضم، بستخبر من الناس اللي كانوا يدعوا علينا بالخير. الحين عاد لعناتهم تداور على البيت، تحرص حمود متى يجي حتى تصيبه. عمتي حرام عليش يدعي علي، هذا ولدش. بعدين يا ناس مو سوى؟ سوى اللي ما سوى الغريب أهل الدار. خايفة خايفة يا سالم، هذه البداية، وخايفة من اللي جاي. خايفة يا رب. يا عم يا عمتي اللي جاي خير وفلوس غوازي اللي جاي. لا تفرحي باللي جاي، لا تفرحي باللي جاي المجنونة انتي. حمبونة حمبونة اللي ينبني على الغش والخداع والنفاق، ما ينقض ولا يفرخ ولا يطرح البركة. شوف الزمن كيف تغير. من قال ان هذا البدن في يوم يكون متبطح على الرمل؟ لا صاحبه قادر يطرح البحر، ولا هو قادر يرد عن نفسه سواهي بالشمس. مثلك انت يا سالم، مثلك انت. سالم سالم، انت في الارض ولا في زوينة؟ زوينة زوينة بنت العم. يا أخي يا أخي، حتى عنتر لما حب عبلة حارب من أجلها، وحتى قيس أشهر حبه بالشعر. إلا أنا مقيد بالواجب. أكبر نفسي إني ما أفكر فيها وأقول إن مخطوب لأخوي، لكن ما أقدر أتجاهل الأشياء الحلوة اللي تذكرني فيها موج البحر والنخيل وبراءة الأطفال. من يخلق الواجب؟
الواجب ما يخلق نفسه، ما في شيء يخلق نفسه. أنا وأنتوا الآخرين نحن اللي نصنع الواقع، والواقع اللي صنعه إنسان ممكن يكسره إنسان ثاني، وكل واحد منا له خط في الحياة ما يغيره حتى لو بالواجب. هذا كلام كبير، كبير على قريتنا الصغيرة هذه، كبير على علي أنا بنفسي. تحرك تحرك يا رجال تحرك، وانت بتشوف نفسك كبرت، وبيكون الواجب مرسوم بقرارك وبعملك وبتحركك. وما أظن زوينة بتردك. حتى لو ما ردتني كيف أعيشها؟ كيف أعيشها؟ وهذه الأرض لا أنا قادر أزرعها ولا هي راضية تخبرني بسرها وبتقول ودرها. لكن إيش بيكون حال والدة وهي شايفة صورة أبوي فيه؟ أحياناً أصدق كلام الناس وأقول أبوي مات ما يرجع. وهذه هي الحقيقة، أبوك مات، وكل الأخبار اللي جات تتأكد بأن البوم غرق وما حد نجا. لكن عيون أمي تقول غير، كل يوم عيونها مرزوزة على الباب تنتظر رجوعه في أي لحظة. أنت وحدك تقدر تقصر طول انتظارها، لكنك ما تبغى تعرف أن حمود أخوك أحسن منك. جمعة أنت تقول هذا الكلام؟ أي نعم، حمود أحسن منك، على الأقل هو اختار. ما قاصر تقول اشتغل أنت ثانوي ما كذا؟ ومن قال كذا؟ هذا البحر قدامك، اشتغل كد، هز الصورة قدام عيون أمك، خليها تعرف أن الصورة ممكن تهتز تتغير تتبدل إذا نحن غيرنا نظرتنا لها. من هنا جبهوري ها؟ نص البحارة مدينين عن ثانوي، تبغاني أنا أدين بعد؟ ليش تروح بعيد؟ هذا الشاي بعيد قدامك، رجال كبر على مصارعة البحر، خذ هوري وساعده، واللي يرزقكم الله تقاسموا. ها أشوف ربيعك ما جاء. من رباطي؟ ما حيد عندي ربيع، أحيد رباطي هالغوازي هذه. لا أقصد حمود. حمود ربيعي؟ من متى حمود استوى ربيعي؟ حمود إشكالي مثلك مثله، فهمت؟ والله أنا خايف يضرب الفلوس ويروح. ما غوازي أنا اللي روحت. إيه وليش ما تقول أنا باغي يسوي فيك مثل ما سويتها في أبوك؟ إيه سر يا مخسر سر، ما قاصر لدى بعد. هذا الرجال وصل وصل نقسي من فايت نصفين. وعم ثاني مساك الله بالخير. بشر بشر في التنور ولا في الجنور؟ لو بعد له تفضل كذاك ابغاك عدن. عمي عدن. ايه عدن ما يحتاج يا ولدي عدن، انا واثق منك واثق. اقول نعم 45 ربية من غير بوتتني اياها قبل. اي نعم شفت سجلت وعندك 45 بدل 40. سجل 45 بدل 40. اي اقول عمي ثاني. نعم أنا أستأذن. زين ولدي روح وداعة الله سير. لاسي البيت أتغدى. زين تبغى حد يوصلك ولا شيء؟ سير. قصدي أقول سايرة البيت. هلكتني. بسير بسير حتقابض النب. سير عمي ثاني قصدي أقول إن اتفقنا شيء إحنا إن الفائدة مناصفة. تبقيني. هي صحيح اتفقنا هي أن الفائدة مناصفة. هي نعم ترى أنا قلت يعني الناصفة إن النص الغوازي هي في جيبي والنص الثاني في الصندوق. هاي ناصفة. هاي ناصفة صحيح. يعني عبد الثاني أنا ما لي شيء؟ لا لك شيء يا ولدي. ما لك شيء ما لك شيء يا ولدي. خذ أنا هاي روزيتك وباكر إن شاء الله وتحصل أكثر. إيه توكل الله. توكل عبد ناصر توكل. ايه